كما شهدت كنيسة العائلة المقدسة للآباء الفرنسيسكان بمحافظة الأقصر القداس الإلهي الخاص باحتفالات الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد. وشارك في القداس الذي ترأسه الأب ميلاد جودا راعي كنيسة العائلة المقدسة للآباء الفرنسيسكان بالأقصر عدد كبير من السياح والجاليات الأجنبية المقيمة في الأقصر بحضور الآباء والكهنة والشمامسة. في هذه الأجواء يعني بنخصص كل صلواتنا لأجل السلام في كل العالم، وبنوع خاص في هذا التوقيت. يعني برضو إذا حبينا نتكلم عن رسالة الكنيسة هنا والخدمة هنا، هي يعني بتهتم بنوع خاص بكل الأفواج السياحية اللي بتيجي من كل مكان، علشان كده صلواتنا بلغات مختلفة، سواء إنجليزي إيطالي فرنساوي، يعني بقدر الإمكان بنأدي الخدمات لكل الأفواج السياحية اللي بتيجي تحتفل معنا بنوع خاص النهاردة في عيد الميلاد. كنيسة العائلة المقدسة لأباء الفرنسيسكان بالأقصر بنحتفل بليلة عيد الميلاد، أو زي ما بيسميها العالم كله الكريسماس. بتبدأ الصلوات بدخول الأباء الرهبان الفرنسيسكان إلى صحن الكنيسة، وبنبدأ الصلوات بقراءة الرسائل، وبنبدأ بقراءة الإنجيل المقدس، وبتبدأ الوعظة، وبتبدأ الصلوات بعد كده اللي فيها نبوءات عن ميلاد السيد المسيح. العيد عيدنا كلنا، وميلاد المسيح ده يعني حاجة بالنسبة لنا كلنا حدث تاريخي. من المكان ده بقول لكل كاثوليك العالم كل سنة وانتم طيبين. احنا عيلة واحدة هنا في الكنيسة، فهو ده العيد بالنسبة لنا، ان احنا نبقى متجمعين مع بعض ونشوف بعض. منتظرين زمن الميلاد ده عشان يبقى فيه سلام في كل حتة، مش بس في الكنيسة، مش بس بالعكس في مجتمعنا كمان وسط الناس. قولي له ميري كريسمس. ميري كريسمس.